بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن معادلة الميزانية في المحاضرة السابقة، قلنا أنها عبارة عن الإيد اليمنى تساوي الإيد اليسرى، أو الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. نستكمل التعاريف وعندنا المبيعات. طبعا المبيعات يقصد بها البضاعة المباعة، البضاعة المباعة. وهنا لابد من الذكر بأن أي مشروع في الدنيا، وهذه مهمة جدا، هذه احفظها تماما، أي مشروع في الدنيا أو أي شركة في الدنيا تمام لها نشاط رئيسي ولها أنشطة فرعية. الآن سنتحدث عن النشاط الرئيسي. الآن مشروع بيع مواد البناء، أو مشروع لتجارة مواد البناء، مشروع لتجارة مواد البناء، ما هو النشاط الرئيسي؟ اللي هو بيع وشراء مواد البناء. يبقى ما هي البضاعة؟ البضاعة هي مواد البناء. طيب هل هذا المشروع قائم على بيع وشراء الملابس مثلا؟ هل هذا المشروع قائم على بيع وشراء الأحذية أكرمكم الله؟ هل هذا المشروع قائم على بيع وشراء الخضار، بيع وشراء اللحوم، بيع وشراء مستلزمات المنزل؟ لا، هذا المشروع قام على بيع وشراء مواد البناء. يبقى النشاط الرئيسي مواد البناء. يبقى أي بضاعة مباعة من مواد البناء تسمى المبيعة. طيب ماذا يقصد بالمشتريات؟ كذلك أي بضاعة مشترى في إطار مواد البناء. يبقى أي بضاعة مباعة مواد بناء، أي بضاعة مباعة أو أي بضاعة مشترى مواد بناء تسمى مبيعات ومشتريات. وفي بعض الكتاب يسمونها مبيعات البضاعة ومشتريات البضاعة. طيب الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، الآن لو قلنا أنه تم شراء حديد مثلا أو اسمنت، هل الحديد والاسمنت ضمن مواد البناء؟ نعم. هل يصنف بضاعة؟ نعم. يبقى هل العملية تصنف عملية شراء أو عملية مشتريات؟ نعم. يبقى لو أنا سألتك قلت لك شراء بضاعة، هل تصنف شراء شراء حديد أو شراء اسمنت أو شراء مثلا اللي هو حصب تمام بلغتنا فلسطينيين، هل شراء الحديد أو اسمنت أو الحصب هل تعتبر شراء بضاعة؟ نعم. هل تصنف عملية مشتريات؟ نعم. يبقى عملية مالية مشتريات. طيب الآن لو قلنا شراء آلة أو شراء سيارة، الآن المشروع أقدم على شراء سيارة، يعني في المرة الأولى تم شراء حديد بقيمة 10,000 دينار، وفي الحالة الثانية تم شراء سيارة بقيمة 10,000 دينار. بالمناسبة الحدثين اللي هو تم شراء حديد أو تم شراء اسمنت أو تم شراء حصمة، والحدث الثاني تم شراء سيارة، الحدثين حدث مالي يترتب عليه عملية مالية، شراء حصمة، شراء حديد، شراء اللي هو اسمنت، هذا الحدث الأول. الحدث الثاني شراء سيارة. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الحدث الأول تم شراء الحديد والحصمة والإسمنت تصنف بضاعة، أما الحدث الثاني تم شراء سيارة تصنف أصول، تصنف أصول. عشان هيك بعد شوية لما نعلمكم كيف التمييز بين اللي هو العمليات المتعلقة بشراء البضاعة والعمليات المتعلقة بشراء الأصول، وصلت الفكرة؟ طيب عندنا الآن بعد ذلك في عندنا المصاريف. المصاريف كثيرة جدا، قسمناها إلى مجموعة من الأقسام اللي هي مصاريف التأسيس. أي مشروع في الكرة الأرضية عند إنشاؤه لابد أن يرتبط فيه مجموعة من المصاريف التي لا نستطيع أن نتجاهلها ولا نستطيع أن نتجاوزها. يعني أنا اليوم بدعم المشروع بقول لك روح جيب ترخيص من البلدية، روح جيب ترخيص من الحكم المحلي، روح جيب ترخيص من وزارة الاقتصاد،
روح جيب ترخيص من الغرفة التجارية، روح جيب ترخيص من الدفاع المدني، روح اعمل العقود عند محامي، روح افتح لك سجل تجاري. كل هذه مصاري، فلوس، مصاريف. هذه المصاريف تكون في بداية عمر المشروع، يعني لا يستطيع أحد أن ينفذ أي مشروع إلا يتكبد هذه المصاريف. عندنا طبعا المصاريف الإدارية ومصاريف التشغيل، وعندنا مصاريف البيع والتوزيع، وعندنا مصاريف التمويل. طبعا إحنا بنستعيد عن كلمة مصروف بحرف الميم، ميم يقصد بها مصاريف، يبقى مصاريف التأسيس، مصاريف إدارية، مصاريف تشغيل، مصاريف بيع وتوزيع، ومصاريف التمويل. صلى على حبيبكم المصطفى. هذه المصاريف سنتحدث عنها بالتفاصيل، يعني سنجد عند إنشاء المشروع عندنا مصاريف كهرباء، عندنا مصاريف هاتف، عندنا مصاريف صيانة وإصلاحات، عندنا مصاريف إيجار، ممكن نتأجر مخازن إذا الشغل كبر وسع معنا، عندنا مصاريف اللي هو رواتب للموظفين وأجور للعاملين، المصاريف كثيرة. عندنا التأمينات، مصاريف التأمينات، عندنا مصاريف القرطاسية، وسنتحدث عن المصاريف بشيء. حتى عندنا مصاريف الدعاية والإعلام في إطار البيع والتوزيع. وهكذا بنكون انتهينا من محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.